السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف كيفية نزع هذه الرسالة التي تكون يعني دائما تأمرك بالضغط على F1 أو F1 من أجل الدخول إلى نظام الويندوز. لنزع هذه الرسالة يعني تلاحظ الرسالة الأولى أو الثانية، يعني هناك سطى 2 أو 3 أو ممكن أن يكون سطى 1 أو 0 أو يعني يكون هنا 2 3 أو 1، كيفية حذفهم والدخول مباشرة بدون تقديم هذه الرسالة. نقوم بالرجوع ثم بعد ذلك على حسب النظام، مثلا ديل أمرنا بالنقر على F2 للدخول إلى تعديل النظام. هنا نأتي إلى درايفر كما تلاحظون هكذا، ثم بعد ذلك نختار مكان يعني أماكن الديسكدورات أو قرص الصلب. بعدها نقوم بحذف، كنا رقم 2 رقم 3 فزيرو، يعني نقول 2 3 يعني زيرو وواحد، يعني واحد يكون خاص بالقرص ليكتور سي دي، و ساتا زيرو يعني هو المختص بالديسك دور القرص الصلب الخاص بالنظام. ثم بعد ذلك نضغط على ابي او اونجستري على حسب النظام، ثم ابي لزيت الخروج، ثم بعد ذلك سنجد ان الرساله لن تاتي بعد هذه المقدمه الخاصه بديل كما تلاحظون. البدايه تكون مباشره وهكذا ننتهي. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.